السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا صفحة 28، صفحة 28 كتاب الطالب، بروجكت مشروع. لاحظوا أعزائي مشروع، هنا نشاط السمر كامب، المخيم الصيفي، outdoor experience، خبرة في الخارج، خبرة يعني في الهواء الطلق في الخارج، أو تجربة في الهواء الطلق في، يعني شلون هاي هنا برا يعني outdoor. إراك خلينا نشوف هسه. يقول طيب شوية زوم، يقول learn how to lead a group and have fun، تعلم كيف تقود مجموعة and have fun، وتستمتع outdoors في الخارج، في الخارج خارج المنزل، at the same time في نفس الوقت. Are you over 14 years old؟ هل أنت عمرك أكثر من يعني 14 سنة؟ Answer yes، أجب بنعم. And you can ask for a place on this camp in beautiful Iraq. نعم، وأنت تستطيع أن ask for a place، أن تطلب، تسأل أو تطلب مكان on this camp، في هذا المخيم in beautiful Iraq، في العراق الجميل. You can be sure، أنت يمكنك أن تكون متأكدا the experience، أن هذه التجربة، أن هذه التجربة will stay with you a long time، هذه التجربة سوف تبقى معك with you، تبقى في مخيلتك with you a long time، لوقت طويل. اوكي هسه راح نشوف. يقول sleep in a tent، نام، ينام، النوم في in a tent، في خيمة، tent خيمة. اوكي learn how to grow food for your family، تعلم كيف تزرع الطعام for your family، لعائلتك. اوكي catch your very own fish for a mass for a mash masgoof. Yes, masgoof. I call it masgoof. Okay. Catch your very امسك او صيد، يعني بمعنى صيد، اصطاد نفس السمك، نفس السمك هنا very تجي نفس السمك الخاص بك for مسقوف، يعني السمك المسقوف اللي انت تسويه بمنطقتك مثلا تاكله، انت من راح تطلع برا انت اصطاد السمك، نفس السمك اللي الخاص بيك وللمسقوف، هاي الاكلة العراقية السمك المسقوف، اعتقد اكو صورة هنا موجودة لها، راح نشوفها، السمك المسقوف هذا. اوكي السمك المسقوف، فانت اصطاد السمك مالتك حتى تسوي بنفس الطريقة. Paddle a canoe، هاي اركب الكايك، الكايك هذه اعزائي، ركوب الكايك، هاي النوع من اليخوت للسباحة. Take a great photographs، التقط صورا فوتوغرافية رائعة. Experience traditional crafts، اوكي experience جرب مواد هاي التحفيات التقليدية، crafts هاي المواد التحفيات التقليدية والتراثية الموجودة. Swim in the fresh water lakes، اسبح في البحيرات الماء العذب، البحيرة الليكس يعني في الماء العذب، اسبح به. اوكي see a beautiful waterfall، انظر واشوف، يعني قم برؤية beautiful waterfall، شلال جميل جدا، شلال هذا شلال قلي علي بيك هذا باربيل. get fit playing volleyball، كن رشيقا، يعني احصل على الرشاقة اللياقة من خلال playing volleyball، من خلال لعب كرة الطائرة. build a campfire، ويعني اوقد سوي موقد، build تجي ابني a campfire، هذا سوي موقد، يعني قم بعمل موقد للنار للمخيم، campfire موقد نار للمخيم. اوكي ذني كلهن قلناهن اعزائي، خلينا ننزل جوا. project summer camp diary entries، هاي مدخلات يومية اللي انت تكتبها بالمذكرات مالتك. هسه ان شوية نعطيها زوم. اوكي it's the end of our second day at summer camp Iraq.
كان اللي هذا هو يعني تحدث عن it's the end، إنها نهاية، إنها نهاية يومنا الثاني at summer camp Iraq، في المخيم، مخيم الصيفي في العراق. I've made a new friend already، أنا قمت بتكوين صديق لتوي، صديق جديد، نادية اللي اسمه نادية. We are in the same group، نحن في نفس المجموعة. And we started working together، وبدأنا نعمل سوية. To make a vegetable garden، لي يعني زراعة، make يعني نسوي، نعمل garden، vegetable garden، حديقة خضروات. Nadia knows a lot، Nadia knows a lot about growing plants، نادية تعرف الكثير عن growing plants، عن زراعة النباتات. We also learned، نحن أيضا تعلمنا how to catch fish، كيف نصيد السمك. I was lucky، أنا كنت محظوظا. And caught two tomorrow، واصطدت سمكتين، اثنتين كذلك في ال اصطدت سمكتين كذلك. tomorrow غدا I can cook them، غدا أنا أستطيع أن أصيدهم، أصيدهم on العفو I can cook them، أنا أستطيع أن أطبخهم. on a campfire، على الموقد، هذا الكامفاير، كامفاير الموقد مال النار مخصص للمخيم. we are going on a picnic، نحن مستمرون، نحن ذاهبون لـ a picnic، في نزهة، picnic. and I want to cook مسقوف، وأنا أريد أن أطبخ المسقوف، سمك المسقوف. سمر، سمر هاي اسمها البنية، سمر، وعندها صديقة صارت نادية. أوكي today، هاي جو today we met a camp، today we met the camp photographer، نحن اليوم نحن التقينا، التقينا ب the camp photographer، مصور المخيم، هذا مصور، شخص مصور. he's called Nader، اسمه نادر. he did a presentation، he did a presentation and show us some of his photographers. he did a presentation، presentation معناها تقديم، تقديم أو عرض، هو قام بالعرض. and show us، وأظهر لنا، بين لنا some of his photographs، بعض من صوره، بعض من الصور اللي عنده. his subjects are nature and wild animals، موضوعاته كانت، كانت الطبيعة، and wild animals، والحيوانات المتوحشة. okay and his photographs are beautiful، وكانت صوره الفوتوغرافية جميلة. okay this afternoon، هذا المساء. he took some of us، هو أخذ بعضا منا on a photography expedition، أخذنا، أخذ البعض من عندنا في معرض للتصوير الفوتوغرافي. we walked to an amazing waterfall، نحن سرنا to إلى waterfall، شلال رائع، شلال مدهش. and I took several، وأنا التقطت بعض، بضع من several photographs، بضع من، قليل من الفوتوغرافس، الصور الفوتوغرافية. Nader helped me، نادر ساعدني. and I am quite proud of the results، أنا أنا فخور، أنا فخور أو فخورة حسب الشخص المتكلم، ولد أو أنثى. أوكي خالد، طبعا خالد المتكلم. أنا فخور تماما، I am quite proud، أنا فخور تماما of the results، بالنتائج. أوكي when I am older، من عندما أنا أكبر، سوف أكون أكبر سنا. I think I will be a photographer، أنا سوف أعتقد أنني سوف أكون مصور فوتوغرافي. خالد، أوكي هذا كلام خالد. زين summer camp، المخيم، المخيم الصيفي. Iraq a typical day، يوم نوعي، يوم، يوم عادي، يعني يوم حالة، يعني تقدر تقول يوم اعتيادي، a typical day. A program of events، events برنامج الأحداث اللي صارت، هاي هنا شوفوا أعزائي. breakfast الساعة بيش، من 8 لـ 8:45 كان breakfast، وقت الفطور. من 5:40 إلى 8:45 لل 9:15 general assembly، التجمع العام، general assembly التجمع العام. من 9:15 لل
30 جروب اكتيفيتيز، فعاليات المجموعه اللي هي كانت شنو 9:15 لل 10. هنا عندنا سبورت انديفيدوال تشويسز، خيارات فرديه رياضيه، اوكي. من ال 10:15 لل 11 جرافس انديفيدوال تشويسز، خيارات هاي الجرافس الحرف الفرديه اللي هاي الموجوده، تجربه الحرف هاي الجرافس، اذا نرجع عليها الجرافس هذه خافاتتنا بعض التعابير، جرافتس هاي الحرف، تجربة الحرف التقليدية، اوكي. طيب 11:15 ل 12:15 learning to grow food، تعلم زراعة الطعام. 12:30 لل 13:13 هنا الساعة الوحدة، 30 lunch هنا الغداء، اوكي. 13:30 الساعة بالوحدة ونص لل 14 the whole group assembly، تجمع المجموعة بكاملها. 14 ل 17 اوكي، الساعة 2 للساعة بالخمسة walk with photographer، المسير جولة، مسير او جولة walk مشي with photographer مع المصور، and a wild fire expert، والخبير خبير هذه الوايلد وايلد لايف اكسبيرت، وخبير الحياة البرية يعني هاي الغابات الحياة البرية، خبير اللي موجود به الحياة الوايلد لايف الحياة البرية اللي بها الحيوانات المفترسة وغيرها. طيب الطبيعة. طيب هنا راح نجي جوا بروجكت مشروع. complete the cross words، use the words in the box، okay. أكمل the crossword، هاي الكلمات المتقاطعة هاي اللي هنا موجودة. Use the words in the box، أكمل الكلمات في الصندوق. Learn يتعلم، tent خيمة، cook يطبخ، fishing صيد السمك، fresh هنا يجي عذب أو طلق حسب الكلمة، picnic نزهة، fire نار، و outdoor هنا في العراء في الهواء الطلق في الخارج خارج المنزل. Across هنا عندنا أكروس أفقي، وداون عمودي، أوكي. بس راح نشوفها ونحاول نحلها، أوكي. أعزائي نحلها معاكم. complete the cross، هاي شوية نعطيها نحاول نحرر على هذه النسخة حتى نحل الكلمات المتقاطعة. أولا شي يقول لي أكروس نا أفقي، هنا عندنا شنو؟ عندنا gain knowledge or a skill، اكتساب معرفة أو مهارة. اكتساب معرفة أو مهارة شنو من هاي الكلمات؟ learn يتعلم، هاي تحطها بالثلاثة، وأنا الثلاثة هذه الثلاثة، أوكي. ثلاثة هنا تخلي لي كلمة learn، هنا تخلي لي l هذا l، أوكي. l e a اي خلي لي اي و ار و ان، اوكي. learn، اذا هاي حلينا اول وحده learn. a prepared meal carried to a place and usually eaten outside. a prepared meal، خلينا نشوف، اوكي. A prepared meal، وجبة معدة carried to a place، محمولة ومأخوذة to a place لمكان، and usually eaten outside، وهي عادة ما تؤكل في الخارج. هاي الخامسة، نشوف الخامسة أفقي، 1 2 3 4 5 6 أعزائي لا تلاحظون 6 تنطبق على اليمن، هنا عندنا تنطبق على هاي اللي تنطبق على ال 6 كلمات. A prepared meal carried no picnic، هي ماكو غير picnic، تنطبق على ال picnic أعزائي، picnic اللي هي سفرة أو نزهة، بس أيضا تجي وجبة، أوكي. picnic
اوكي بيكنيك، اذا بيكنيك هاي الخامسه. طيب the opposite of inside عكس كلمه الداخل راح يكون اوت دورز. سبعه اوت اوت دورز اوت دورز في الخارج اوت 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 دورز اوت دورز. اوكي يا اعزائي في الخارج عكس كلمة في الداخل في الخارج هاي السابعة كملناها. Describe fruit and vegetables picked the same day. Describes تصف ال هنا تصف ال describe fruit وصف الفواكه والخضروات. Picked picked التي تحمل the same day the same day ثمانية أعتقد fresh ثمانية 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 fresh وهي فعلا fresh طازج fresh. إذا هنا fresh كلمة فريش معناها طازج، اوكي اعزائي كلمة فريش تجي معناها طازج، فريش معناها طازج. اذا اوكي طيب داون هنا عمودي. A place to sleep outside مكان للنوم في الخارج. شنو مبين؟ تنت خيمة. تنت واحد واحد وين الواحد؟ وين هذا الواحد؟ تنت هنا نخلي تي وهنا الاي موجود وهنا ان tent. Okay. طيب. A source of meat and warmth. مصدر للحرارة والدفء. مثال for cooking. For cooking. اللي هو شنو؟ Fire. Fire. مصدر للحرارة والدفء. مصدر للحرارة والدفء. For example على سبيل المثال للطبخ النار. إذا اثنين عمودي نار. راح تلاحظوا نخلي F I fire. Fire. تمام. The action of catching fish. الفعل الحركة الفعل لصيد السمك أربعة. فعل لصيد السمك شنو؟ fishing fishing صيد السمك fishing بسياهو fishing fishing أربعة. وين الأربعة؟ أربعة أربعة. وين الأربعة عمومي؟ مبين هذا ايه فيشنج في فيش اي ان جي. هنا اعز الطالب انت لو بس تعرف لي الكلمات تعرف لي الترجمه تعرف شلون تحل وبسيطه يعني حتى لعبه ممتعه. prepare food اعداد الطعام هي بقت اخر وحده. cook طبخ cook طبخ اللي هي شنو سته ستة كوك كوك كوك. اوكي اعزائي هسه هاي انتهت. حلينا الكلمات المتقاطعة على حسب الاصول اللي هي هاي صفحة ايش قد صفحة؟ صفحة 30. اوكي ننزل بعد هنا يقول لي ايش عندنا بعد بس هاي الصفحة بس هاي الصفحة راح نكمل. you made tea at the summer camp. اثنين هاي اثنين هنا الاثنين هذا الاجراء الثاني هنا. You made انت تقوم باعداد تي الشاي at the summer camp في اللي في المخيم الصيفي. Order the sentence. Order the sentence the first one is done for you. يعني order اطلب هذه عد الاعداد الجمل اول وحده is done for you تم اعدادها يعني تم عملها لك. Then I put a pan ثم أنني I put a pan وضعت pan of water. هنا pan معناها pan يجي هنا ال pan of water onto the fire يعني هنا يسمى القوري أو الكتلي أو تسمي يعني كتلي أو قوري يسمي pan of water يعني هنا تجي pan نوبات نقلة. Okay, on to the fire على على النار. I drank the tea. أنا شربت الشاي. First, I collect some wood. أولاً هاي طبعاً شلون تسوي الشاي؟ هاي بالنسبة لإجراء عمل الشاي على هذا الموقد.
First, أولا I collected some wood. أولا أنا جمعت بعض الحطب. Wood حطب. After that, بعد ذلك I lit a match. I lit a match. أنا أوقدت أو شعلت a match. A match هنا عود الثقاب. Lit يعني شلون جدحت الشخاطة. شعلت الشخاطة. Lit a match. Then I added tea and sugar. ثم أنا أضفت الشاي والسكر. Then بعد ذلك I put the wood in a pile. ثم أنا وضعت الحطب. ثم أنا وضعت الحطب وين on in a pile على هذا الموجود هذا السلك الحديد هنا. Okay. A pile. I waited for the water. أنا انتظرت الماء to boil حتى يغلي. I set fire to the wood. I said أنا أعددت النار to the wood للحطب. Okay. زين. Three. Use the ordered sentence. استخدم الكلمات هاي الجمل المطلوبة اللي تم طلبها for activity two للفعالية اثنين. To write a paragraph لكي تكتب فقرة about making a tea حول إعداد الشاي on a campfire على الموقد النار للمخيم. First I collect some wood. هاي شلون تقول هاي شلون تسويها مثل يعني مثل تجمعهن وتسويهن أشبه بالباراجراف. أوكي ناتبدي فهنا جاي اللي مثلا first I collected some wood. أولا أنا قمت بتجميع بجمع بعض الحطب. Then بعد ذلك وتكمل شلون هذه مثلا first هاي هنا وتسويها فتشغلة سهلة مثل الأشبه بالباراجراف شوية حتى تقويك بس شوية تنتبه للبنكتشويشن علامات الترقيم. It's your last day at the summer camp. إنه يومك الأخير في المخيم الصيفي. Use the diary entries. استخدم هاي المدخلات اليومية يعني التدوينات اللي أنت تدونها as a model كنموذج to write اللي كتابة your own description اللي وصفك الشخصي الخاص of a picnic لهذه السفرة والنزهة اللي صارت والطعام اللي انت اكلته. Use the ideas. استخدم الافكار in the box في الافكار اللي موجودة في البوكس في الصندوق هذا اللي هنا موجود as well as اضافة الى your own الى افكارك انت to write a paragraph لكتابة انشاء فقرة in your notebook في دفترك notebook الدفتر الملاحظات اللي عندك. Last day آخر يوم picnic outdoors نزهة في الخارج. Collected wood الحطب المتجمع أو تجمع الحطب. Walked to a lake سرت لي البحيرة. Collected fresh fish العفو cooked fresh fish طبخت السمك الطازج. made a fire وأوقدت النار أوقد النار. okay now put your diary entry والآن قم بوضع المدخلات التدوينية اليومية into a school magazine في مجلة المدرسة لديك. okay أعزائي هسه هذه لحد هنا خل ننتهي هنا أعزائي هاي هنا لحد هنا انتهت. تقبلوا أطيب تحياتي وإلى اللقاء.